يواصل معرض أهلا رمضان في دمياط توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة تلبي احتياجاتهم. يضم المعرض الذي يستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك 15 قسما بتخفيضات تصل من 20 إلى 30%، وذلك للتخفيف عن كاهل أبناء دمياط. موجود جميع أنواع السلع اللي موجودة اللي محتاجها كل البيت المصري موجودة في معرض دمياط، وبأسعار مخفضة من زيوت ولحوم وأسماك ولحوم مجمدة ومنظفات وجميع أنواع السلع موجودة وبجودة وبأسعار أقل من السوق. المكان هنا كويس، أسعار معقولة، أرخص من السوق، خبالك والجودة برضو جودة كويسة. أنا جيت معرض أهلا رمضان عشان أشتري أشياء للبيت، وكل الحاجة هنا كويسة جدا، وأتمنى أن كل ربات البيوت يحضروا علشان يشتروا كل الأشياء هنا، أشياء موفرة جدا وكل حاجة هنا جميلة جدا. المعرض هنا فيه كل حاجة، أنا دخلت التقيت كل حاجة موجودة في المعرض، لحمة، خضار، بيض، سكر، رز، زيت، كل حاجات البيت كلها متاحة هنا في المعرض، وكلها على خصومات حلوة وكلها في متناول الجميع على أحسن من السوق كله عامة يعني.